ينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات. نجم بن عكنون فايز على سريع غليزان 1-0. وشباب المشرية فايز على اولمبي لبدية بهدف دون رد. ودرج المستقان فايز على جمعية وهران بهدف للشيرة. ابراهيم في وسط الميدان. صحراوي تقل الى مدينة سعيدة. كرة لحمساس محمد. حمساس محاصر من فارس. حمساس لمن هذه الكرة؟ لخطيب مصعب. خطيب الخطأ من نيتيم. كرة ثابتة لصالح غالي معسكر داخل منطقة العمليات براس. ولكن شمس الدين في تنفيذ الخطا. الكره لإديم. إديم الكره وضاعت حسن المخالفه. هذا الموسم بنتيبا في تنفيذ هذا الخطا داخل منطقه العمليات. يدخل دفاع حمو شمس الدين. الهدف ولكن يلغى. الهدف يلغى لصالح جناب تيموشنت. وضعيه تسلل. الحكم هو صاحب القرار. لمن يحتاج الى ان يحمل
الثابته ناحيه رحبه صلاح الدين، لكن سوء تفاهم ونهايه المباراه في هذه اللحظات بما في الوقت شبك ديوشنكو بهدف دون رد من توقيع اللاعب الغوماني تطبيق في الدقيقه 56 من زمن هذه المباراه. روح رياضيه عاليه من الجانبين، شبك ديوشنكو هدف غالي معسكر